الثلاثون من يونيو تاريخ لن يمحى من ذاكرة الشعب السوداني، فللتاريخ رمزيته ودلالته. منه تسلل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ليلا للاستيلاء على السلطة في البلاد عام 1989، وهو تاريخ ذكرى أخرى. عام 2019 تنادى الناس خفافا واحتشرت الشوارع بالهتاف، وتلك علامة فارقة في التوصل لاتفاق سياسي بين العسكريين والمدنيين عقب سقوط النظام السابق. لتجيء هذه الذكرى وتخرج هذه الجموع إلى الشوارع مطالبة بنفس المطالب التي رفعتها سابقا: مدنية الدولة، بحثا عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. حيث شهدت مدن الخرطوم الثلاث كرا وفرا بين المتظاهرين وقوات الأمن على الرغم من غلق الكباري وقطع خدمة الاتصالات، لتكون المحصلة سقوط عدد من القتلى حسب لجنة الأطباء المركزية بالإضافة إلى الجرحى. كلنا مطالب الحكومة المدنية إنه السلطة يسلموها للشعب. تظاهرات تراها قوى الحرية والتغيير حققت تعبيرا نوعيا لصالح الحركة الجماهيرية، فيما يعتبرها البعض نهاية لمركزية قوى التغيير، ليظل وضع السودان على ما هو عليه مشهد مشتعل يثير قلقا على راهن ومستقبل البلاد.